اختيار قيادة قطرية جديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس الأسد. تقدم ميداني للجيش على جميع جبهات الإرهاب، والمجموعات المسلحة تواصل السقوط مع أوكارها وأدوات إجرامها. الشرطة المصرية أصبحت شرطة الشعب. الشرطة تعمل من أجل الشعب المصري كله. مصر تواصل انتفاضتها على ظلاميي القرون الوسطى وتتحفز لمواجهة الفوضى التي يريدون أن تعم البلاد. نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس بشار الأسد خلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحزب البعث العربي الاشتراكي أنه يجب على الحزب أن يطور نفسه من خلال الالتصاق بالواقع وتعزيز ثقافة الحوار والعمل الشعبي التطوعي ووضع ضوابط جديدة ومعايير دقيقة لاختيار ممثلي الحزب بما يمكنهم من العمل لتحقيق مصالح الشرائح الأوسع من عمال وفلاحين وحرفيين وتعميق التفاعل مع المواطنين لتجاوز المنعكسات السلبية اللازمة للأزمة. وتم خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب اختيار قيادة قطرية جديدة. وقال موقع البعث ميديا الإلكتروني إن أسماء أعضاء القيادة القطرية الجديدة لا تحوي أيا من الأعضاء القدامى. في مدينة حمص استشهد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء عندما انفجرت ظهرا سيارتان مفخختان في شارع الحضارة في حي عكرمة السكني. وقالت مراسلتنا إن السيارة الأولى انفجرت عند إشارة شارع العشاق والثانية قرب دوار النزهة، وقد فجر الإرهابيون السيارتين المفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات بعد أن ركنوهما وسط الحي المزدحم بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة حوالي 40 آخرين. وقد ألحق التفجيران الإرهابيان أضرارا مادية كبيرة جدا في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية والبنى التحتية من شبكات هاتف وكهرباء في الحي. على الأرض تواصل وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في حي الخالدية في حمص، وهو الحي الأبرز لتواجد العصابات المسلحة، حيث يتحصن داخله عدد من قيادات المجموعات الإرهابية والذين يتخذون من مسجد خالد بن الوليد مقرا للتمركز والتجمع ومنطلقا لعملياتهم الإجرامية. لا تزال المعارك مستمرة في أحياء وشوارع مدينة حمص وعلى عدة جبهات، حيث يواصل الجيش العربي السوري تقدمه في مناطق باب هود، حمص القديمة وحي الخالدية الذي يعتبر النقطة الأبرز التي تتركز فيها الاشتباكات بين وحدات الجيش العربي السوري والمسلحين الذين يضيق حولهم الخناق. حي الخالدية بالنسبة للمجموعات الإرهابية المسلحة هو نقطة التمركز والتجمع والعبور إلى مناطق مجاورة، وبحسب المصادر العسكرية فإن المسلحين الأشد خطورة في حمص يتواجدون في شوارع وأزقة الخالدية. العمليات العسكرية التي شهدتها الأحياء المجاورة لحي الخالدية
أدت إلى إحكام الطوق حول الحي وحصار المسلحين بداخله، ما اضطرهم مؤخرا إلى اللجوء إلى مسجد خالد بن الوليد ليكون ملجأهم الأخير، بعد أن تقدمت وحدات الجيش محررة جزءا كبيرا من الحي وعدة مساجد فيه كمسجد النور والغفران وغيرها، إضافة إلى منطقة إشارة حي الخالدية والشارع الرئيسي ومستوصف الخالدية. المواجهات داخل الحي وصفت بالأعنف لأن الاشتباكات تجري على مسافات متقاربة، وفي بعض الأحيان يكون الاشتباك ضمن البناء الواحد. مصدر عسكري أكد أن التقدم في شوارع الخالدية يتم بحذر شديد، وذلك لكثرة وجود العبوات الناسفة المزروعة داخل المنازل. 11 يوما من المواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة، حيث قتل منهم العشرات وتم تدمير عدة آليات وأسلحة كانوا يستخدمونها. معنويات المسلحين باتت منهارة إلى حد وصف بالهستيريا، حيث يختبئ عدد من المسلحين داخل مسجد خالد بن الوليد مفخخين أجسادهم استعدادا لتفجير أنفسهم إذا ما اقترب الجيش من إحكام السيطرة على الحي، الأمر الذي بات أقرب مما يتصورون. لأخبار قناة الدنيا، أحمد العاقل، حمص. وفي حمص أيضا، وفي إطار ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة حمص، عثرت وحدة عسكرية على نفق يبلغ طوله نحو 500 متر يمتد من حي باب هود باتجاه حي جورة الشجاح. كان الإرهابيون يستخدمونه في التنقل ونقل الأسلحة والذخيرة، وقد أحكمت سيطرتها على عدد من الأبنية في حي باب هود بعد أن قضت على آخر تجمعات الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخلها. أثناء عملية الطمشيط للكتل والأبنية التي تم تطهيرها على يد أبطال الجيش العربي السوري، تم اكتشاف أحد الأنفاق التي كانت هذه المجموعات تستخدمها في نقل الذخيرة والمؤن. هذا النفق طوله أكثر من 400 متر، بداية هذا النفق في منطقة باب هود أو في حي باب هود، نهاية هذا النفق حيث تتواجد الآن المجموعات الإرهابية المسلحة إن كانت في جورة الشياح أو القرابيس. النفق مجهز بشكل كامل من كهرباء ومراوح وغير ذلك، أيضا كل نقطة معينة لها فتحة إلى خارج هذا النفق. سوف نرصد لكم بالصوت والصورة كيف صنع المسلحون هذا. يعني وصلنا الآن إلى نقطة أخرى في هذا النفق، هذه النقطة هي تحت المصرف المركزي حيث يمتد من باب هود حتى يمر تحت المصرف المركزي باتجاه الساعة الجديدة، ومن ثم كما تحدثنا إلى الكتل التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة إن كان في جورة الشياح والمناطق الغير. هذا يعني كما تلاحظون هنا مستوى هذا النفق اختلف، بالإضافة إلى الدعامات الموجودة هنا أصبحت مختلفة عن بداية هذا النفق. هذه إحدى الأماكن التي كانت تتمركز بها المجموعات الإرهابية المسلحة، كما تلاحظون هو يعني محل تجاري، قامت هذه المجموعات بوضع المدارس في الطابق الثاني وكانت تقوم بعمليات إطلاق النار والقنص على الجيش وعلى المواطنين. من خلال متابعتنا للأعمال الميدانية على جبهة باب هود، تمكنت قواتنا المسلحة من السيطرة على عدد من الكتل في قطاع باب هود، وهذه الكتل التي يتم عرضها الآن قد تعرض قواتنا المسلحة خلالها إلى مواجهة كبيرة من قبل المسلحين واستماتة من قبلهم. تمكنت خلال قواتنا من خلال عدة أيام ومن خلال التخطيط الناجح لمثل هذه العمليات والإرادة القوية لدى عناصرنا من القضاء على هذه المجموعات الإرهابية والسيطرة على هذه الكتل بكل قوة وحزم. كانت معكم كندا الخضر لأخبار الدنيا من حمص القديمة.
وفي ريف حماة عاث الإرهابيون فسادا ودمارا متنقلا في المنطقة. أسفرت القذائف التي أطلقتها عصابات الإرهاب المرتزقة على عدة قرى عن نشوب بعض الحرائق. لأنهم لم يعرفوا الإنسانية يوماً، لم يسلم البشر ولا الحجر من حقد إرهابهم وإجرامهم، حتى بلغ حطهم حد الأشجار والنباتات. ففي الغرب الشمالي في منطقة الغاب في ريف حماة، وتحديداً في بلدات جورين وعين سليمو وخراب الشيخ وأرزيلات ونعور جورين، سقط عدد كبير من الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها عصابات من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من منطقة جب الأحمر والمشاريع، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة فيها. حرائق غاضبة امتدت إلى مئات الدنومات من الأراضي الحراجية والقرى الآمنة، فالتهمت معها ثروة سورية تقدر بآلاف الأشجار من العنب والزيتون. الحريق سببه صاروخ بسبب الإرهابية، حرق كل الأراضي الهون، لحد هون ما عندنا بقى شي بتاتا. يا أخي ليك تفرج على المناظر، شرف أشوف هالمناظر هاي. مبلشين الضرب بهالصواريخ عجبة، المحل فيه يابسات ومحل فيه أشجار، بس تأثروا على الاقتصاد الدولي والله. وفي محاولة لاستهداف محطة ضخ المياه في عين جورين، أطلق إرهابيون نصرة قذائف الهاون والصواريخ، محاولين إلحاق شتى أنواع الضرر بالمواطن السوري. لكن بفضل تعاون الأهالي مع الجهات المختصة، تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق للتقليل من الأضرار. والله النار اللي اشتعلت سبب صاروخ من جبل الشرق نزيل، فأدى لفوق، طلع عند المحطة الثانية فوق في حريق وما شو اسمه حرشة زيادة، صاير بس نعم زيادة هذا من الجلول. فحدث حريق مباشرة من هناك، وهو قوي فصار اشتعال مباشرة قوي. تجار الأرواح وسفاكين الدماء أرسلوا مجموعات إرهابية من خارج وداخل البلد إلى سهل الغاب، مشاريع كنصفرة البارة بليون، وقاموا بإطلاق صواريخ وقذائف هاون من منطقة جب الأحمر ومنطقة المشاريع باتجاه البلدات الآمنة، قرية عين سليمو، جورين، وخراب قطاز وخراب الشيخ نعور جورين، مما أدى إلى نشوب حريق واسع واجتاح كافة الأراضي المزروعة ومغروسة بغراس الزيتون والتين والرمان والعنب. مهما فجروا ومهما خربوا ومهما حرقوا، ستبقى هذه البلاد بلادنا. كلمة قالها ويقولها كل سوري شريف. تسارعت التطورات في الشارع المصري وسالت الدماء بغزارة، ليخرج مصدر مسؤول في حماس واصفا الأحداث أمام دار الحرس الجمهوري بالمجزرة، فيما عبرت قطر عن قلقها للأحداث التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وبينما حذر مجلس الدوما الروسي من تسونامي قد يضرب مصر ويؤدي إلى حرب أهلية، طالب شيخ الأزهر الدولة بالكشف فورا عن حقيقة ما حدث. وفي مؤتمر صحفي مشترك للجيش المصري ووزارة الداخلية، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن الجيش لن يسمح بالعبث بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن هناك عناصر مخالفة للقانون يتم التعامل معها ولا وجود لمنظمات إرهابية، محذرا أي مواطن غير مصري من التواجد في أماكن التظاهرات. رغم الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة ألا أنه كان هناك أعمال تحريض وأعمال استفزازية مستمرة لتحريض المتظاهرين على ارتكاب أعمال عنف واستهداف المنشآت والمباني العسكرية، وأعتقد المشاهد دي حضراتكم شاهدتوها على مدار الأيام السابقة. على الرغم من ذلك، القوات المسلحة أصدرت أكثر من تحذير، والموقع الرسمي للمتحدث العسكري والعديد من القنوات الفضائية أشاروا إلى تحذيرات بعدم الاقتراب أو المساس من المنشآت والوحدات العسكرية أو الأفراد القائمة على تأمينها، وده أشرنا إليه أكثر من مرة، واللي أنا بتحدث عنه ده
قانون في كل دول العالم، لا اقتراب ولا إضرار أو تخريب أو الاقتراب من أفراد عسكريين يقومون بمهمتهم في تأمين المنشآت العسكرية أو الأهداف الحيوية والاستراتيجية. ده كلام معروف ولا نقاش فيه. القوات المسلحة رغم كل ده تعاملنا مع الإخوة المتظاهرين الغاضبين بكل حكمة وتعقل، لأن احنا نعلم جيدا أن المتظاهر الغاضب هو مواطن مصري، هو أخ لكل المصريين، وأن حمايته هي مهمة القوات المسلحة بتعتبرها مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه كل المصريين دون استثناء ودون تحيز ودون أي أعمال إقصاء لأحد من هذا. بدوره أكد المتحدث باسم الداخلية المصرية أن الشرطة لن تتدخل في المعادلة السياسية في مصر، وأن الدولة ستواجه أي خروج عن القانون بحزم بغض النظر عن الانتماءات السياسية، مؤكدا أن المتظاهرين بدأوا بإطلاق النار على رجال الأمن أمام دار الحرس الجمهوري، وأن 7 من رجال الشرطة قتلوا في الأحداث الأخيرة بسيناء. الشرطة المصرية أصبحت شرطة الشعب. الشرطة تعمل من أجل الشعب المصري كله بكل توجهاته وانتماءاته. الشرطة تحمي إرادة وحريات الشعب المصري. تحدثنا عقب ثورة يناير 2011 وأكدنا إن الأجيال الحالية في الشرطة المصرية بترسخ عقيدة، بترسخ ثقافة أمنية، أصبحت فكر استراتيجي أمني. الهدف هو أمن المواطن وليس أمن النظام. الأبرز في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة الداخلية والجيش والقوات المسلحة المصرية كان طرد الصحفيين لمراسلي قناة الجزيرة القطرية باعتبارها أفعى بث الفتنة في البلاد. احنا قبل ما نبدا المؤتمر باسم زملائي الاعلاميين بنطلب عدم وجود ممثل قناه الجزيره. اتفضلوا، اتفضل استريح. لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. وما بين الكشف عن التوافق بين القوى السياسية المصرية على اختيار محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية وتسمية زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي رئيسا للحكومة والعنف المتزايد على الأرض يحبس المصريون أنفاسهم، فأعداد الضحايا التي سجلت بعد محاولة مجموعة إرهابيين اقتحام دار الحرس الجمهوري فجر اليوم في ارتفاع متوالي، فيما لم يسلم ضباط الجيش المصري من عنف الأخوان الذين صدمت ممارستهم الشارع المصري. الجيش والشعب إيد واحدة، هذا ما هتف به المتظاهرون في ساحات وميادين مصر رفضا لإرهاب الإخوان المسلمين ولحكم مرسي المخلوع. بنقول لأمريكا الشعب المصري اهو، الشعب المصري مالي الميادين، الشعب المصري والجيش المصري والشرطة المصرية في ايد واحدة النهاردة، محدش، والقضاء المصري محدش هيفرقنا. احنا ضد الارهاب، احنا ضد ما يمثله هذه الجماعة الارهابية، مؤكدين ارادة الشعب المصري وحريته الرافضة لمرسي الاخوانية. الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو القوة الحقيقية، الشعب هو الذي يحمي الدولة. وفي محاولة لتوريط الجيش المصري اقتحم مسلحون دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة عددا من المجندين. هذا ما أكدته القوات المسلحة المصرية في بيان لها أن مجموعة إرهابية مسلحة قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ما أدى لاستشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين بينهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية.
أما ما يقوله الإخوان فالحديث عن عشرات القتلى من أنصارهم في محيط دار الحرس الجمهوري حديث تتصاعد نبرته فيما يشي بتحشيد أكبر للشارع ودعوة صريحة للعنف. وسط اعتقال 200 شخص بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والمولوتوف، حيث اندلعت اشتباكات مع أنصار مرسي في شارعي صلاح سالم والطيران بمدينة نصر عقب قيامهم بإغلاق طريق صلاح سالم بالتزامن مع غلق طريق الأوتوستراد في رابعة العدوية. ووسط تصاعد العنف في الشارع المصري يحبس المصريون أنفاسهم تخوفاً من مجهول قادم قد يجر بلادهم إلى ما لا يحمد عقباه. ومع تصاعد حدة التوتر على الأرض المصرية ومع الارتفاع الملحوظ بأعداد القتلى والمصابين بدأت بعض حقائق إخوان مصر تتكشف أمام الشارع المصري وما بين إماراتهم الإسلامية في سيناء وخطف الجنود وقتلهم وقصف المواقع العسكرية مرورا بمشاهد رمي الشبان من على الأسطحة وليس انتهاء بالكشف عن تآمر الإخوان على بلدهم وشعبهم. يعيش المصريون حالة من الخوف من انفلات الوضع الأمني لدرجة قد لا يمكن السيطرة عليها. نيف وثمانية عقود عمر التنظيم الإخواني، سياسة الإقصاء والإلغاء التي دأبت جماعة الإخوان على السير في ركابها فيما سبق إقصاؤها عن السلطة في مصر يبدو واضحا اليوم أنها لن تتخلى عنها ولن تسمح بتمرير هزيمتها السياسية لا هي ولا داعموها سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي. فإما إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعودة الجماعة إلى الحكم أو الفوضى، وهذا ما يدلل عليه سلوكهم الإجرامي الذي أثار الشارع المصري برمته. تداعيات كثيرة خلصت إليها مصر بعد سقوط المشروع الإخواني، وفيما تم تداوله حسب مصادر صحفية ما يفسر الوضع الأمني المتردي في أنحاء البلاد ومحاولة تقطيع أوصال الدولة، وذلك برفع العلم الإسلامي الأسود في أحد محافظات جزيرة سيناء، حيث كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة المنار المقدسية أن نظام الحكم الإخواني في مصر أمضى العام الذي قضاه في رئاسة الدولة في شراء وتكديس الأسلحة والقنابل في مدن وقرى عدة من جمهورية مصر العربية، فيما وضعت أجهزة الأمن المصرية يدها على مخططات جهنمية كانت مخبأة في مبنى بالعباسية من أحياء القاهرة تتعلق بدول عديدة. ولم يغب اسم شيخ الفتن يوسف القرضاوي عن مشاركته في تجنيد إرهابيين من جنسيات مختلفة لدعم الجماعة في مصر، وذلك حسب ذات المصادر. هو فضاء استراتيجي إخواني أراد به التنظيم الدولي للإخوان أن يأخذ مجراه في سياق دعم وتأمين موقعهم السياسي المنظور من زاوية حماية أمن إسرائيل تطبيقاً لاستراتيجية القوة الناعمة عبر اقتتال داخلي يظهر للخارج ما تريده القوى الداعمة والحاضنة للجماعة على أنها ضحية لاستدراج تدخل دولي يعيد الكرسي الرئاسي للإخوان، في وقت لم تفارق تصريحات سيدهم الأمريكية تسمية ثورة 30 من يونيو بالانقلاب العسكري. ملحمة تاريخية سطرتها ثورة شعبية بحراك عنوانه الكرامة والحرية الاجتماعية بدأتها مليونيات بشرعية الشارع ليثبت الشعب المصري أنه قادر على أن يصون ثورته ويعيد مصر إلى دورها العروبي. وفي ميدان رابعة يواصل أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي اعتصامهم للدفاع عن الشرعية كما أسموا. في هذا الميدان ارتفعت حدة الخطاب التحريضي ضد مصر وشعبها، الأمر الذي انعكس في مشاهد القتل والإصابات التي ملأت ميادين مصر أمس واليوم. هذه الثورة قدر الله لها رئيسا يقود عنها وشعبا يرتفض لأجلها. أيننا ندعو الرئيس بأن يثبت وأن يعلم أن الله معه ولن يتيره عمله وأننا في خندق الحق من اليوم وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هتاف جديد في ميادين مصر التحررية وفي ساحات القوميين داخل الكنانة وخارجها،
أوباما فلتسقط ويسقط تحالفك مع الإخوان الذي أدمى المشهد المصري والعربي. أما الموقف التركي فاستمر في النفاق والتصعيد ومهاجمة الجيش المصري شأنه شأن حركة حماس التي تحاول الشد من أزر الإخوان، حيث أدانت الحركة أحداث دار الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها عشرات القتلى في القاهرة. غامزة من قناة الجيش المصري. نيف وثمانية عقود عمر التنظيم الإخواني. سياسة الإقصاء والإلغاء التي دأبت جماعة الإخوان على السير في ركابها فيما سبق إقصاؤها عن السلطة في مصر يبدو واضحا اليوم أنها لن تتخلى عنها ولن تسمح بتمرير هزيمتها السياسية، لا هي ولا داعموها، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي. فإما إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعودة الجماعة إلى الحكم أو الفوضى، وهذا ما يدلل عليه سلوكهم الإجرامي الذي أثار الشارع المصري برمته. تداعيات كثيرة خلصت إليها مصر بعد سقوط المشروع الإخواني، وفيما تم تداوله حسب مصادر صحفية ما يفسر الوضع الأمني المتردي في أنحاء البلاد ومحاولة تقطيع أوصال الدولة، وذلك برفع العلم الإسلامي الأسود في أحد محافظات جزيرة سيناء، حيث كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة المنار المقدسية أن نظام الحكم الإخواني في مصر أمضى العام الذي قضاه في رئاسة الدولة في شراء وتكديس الأسلحة والقنابل في مدن وقرى عدة من جمهورية مصر العربية، فيما وضعت أجهزة الأمن المصرية يدها على مخططات جهنمية كانت مخبأة في مبنى بالعباسية من أحياء القاهرة تتعلق بدول عديدة. ولم يغب اسم شيخ الفتن يوسف القرضاوي عن مشاركته في تجنيد إرهابيين من جنسيات مختلفة لدعم الجماعة في مصر، وذلك حسب ذات المصادر. هو فضاء استراتيجي إخواني أراد به التنظيم الدولي للإخوان أن يأخذ مجراه في سياق دعم وتأمين موقعهم السياسي المنظور من زاوية حماية أمن إسرائيل، تطبيقاً لاستراتيجية القوة الناعمة عبر اقتتال داخلي يظهر للخارج ما تريده القوى الداعمة والحاضنة للجماعة على أنها ضحية لاستدراج تدخل دولي يعيد الكرسي الرئاسي للإخوان، في وقت لم تفارق تصريحات سيدهم الأمريكية تسمية ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكري. ملحمة تاريخية سطرتها ثورة شعبية بحراك عنوانه الكرامة والحرية الاجتماعية، بدأتها مليونيات بشرعية الشارع ليثبت الشعب المصري أنه قادر على أن يصون ثورته ويعيد مصر إلى دورها العروبي. في الشأن المحلي، أكد وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري جوزيف سويد أهمية التعاون بين الهلال الأحمر العربي السوري وبعثة الصليب الأحمر في سوريا، واستعداد الحكومة من خلال الوزارة لتقديم الدعم اللازم والتسهيلات الممكنة لعمل البعثة بما يحقق الغاية من عملها في سوريا. وأشار الوزير سويد خلال لقائه رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا ماجيني بارت إلى أن الحكومة تقوم بتقديم جميع الاحتياجات الإغاثية للوافدين المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة أو خارجها من خلال اللجنة العليا للإغاثة، إضافة إلى شراكة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مع المنظمات الدولية في هذا المجال. وأوضح الوزير سويد أن منظمة الهلال الأحمر تقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية سواء الحكومية أو القادمة من منظمات دولية بطريقة حيادية وعادلة، إضافة إلى دورها في التواصل مع المهجرين خارج سوريا. بدوره أشار رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا إلى الجهود المبذولة من قبل البعثة، موضحا أن البعثة تعمل على التواصل مع منظمات أخرى لتقديم أكبر دعم للشعب السوري وتخفيف الآثار السلبية للأزمة عليه.
نظمت محافظة دمشق والأمانة السورية للتنمية ووزارة الأوقاف السورية فعالية اجتماعية وثقافية تحت عنوان ملتقى الضيعة السورية في أتكية سليمانية بدمشق، وتهدف هذه الفعالية إلى دعم الحرفيين والمزارعين الريفيين والوافدين من المناطق المتضررة من خلال بيع منتجاتهم التقليدية اليدوية والغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة. ورافقت الفعالية أنشطة تفاعلية اجتماعية وثقافية متنوعة، وهذا سيعود ريع الملتقى بالكامل لصالح المنتجين المشاركين، مما يساهم في توليد الدخل وتحسين وضعهم الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الراهنة. بدأت في صالة الجلاء بدمشق أعمال المؤتمر التأسيسي لجبهة العمل والإنقاذ الوطني، وشارك بافتتاح المؤتمر رجال سياسة واقتصاد ومعنيون بالشأن الاجتماعي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلون عن الفعاليات المجتمعية وعدد من شيوخ العشائر في القطر العربي السوري. سوريا للجميع شعار لمبادرة أطلقت في دمشق اليوم، حملها سوريون وفقط سوريون. جبهة العمل والإنقاذ الوطني بلا خطوط تماس سياسية ومن غير حدود دينية أو مذهبية، محاولة لإنقاذ الوطن والمواطن، لأنهما وحدهما يدفعان ثمن ما يجري فوق هذه الأرض. جبهة العمل والإنقاذ الوطني لعمل سياسي يعنى بالوطن وليس بالأحزاب، ولعمل اقتصادي يعين المواطن على مواجهة تداعيات ما جرى خلال عامين وأكثر. سياسيون واقتصاديون ومعنيون بالشأن الاجتماعي وأعضاء مجلس الشعب وفعاليات أهلية وشيوخ عشائر سوريا ورجالات دين وفكر وعلم ومغتربين سوريين في الخارج، كلهم في سبيل الخروج برؤية واضحة وسطية ليست مؤيدة بالمطلق ولا معارضة بالمطلق، بل مؤيدة للوطن وجيشه وسيادته، ومعارضة للإرهاب والفساد والطائفية والتفرقة. تطلب بناء وطن ومواطنة، تطلب بناء سوريا وسوريين. احنا هلأ اهتمامنا بالمواطن السوري، يعني الوقوف معه هلأ وما بعد الأزمة إن شاء الله، وإيجاد الحلول معه. نعمل اليوم كجبهة إنقاذ في سوريا لهذا الوطن الحبيب الذي نحميه وندافع عنه بأرواحنا بكل ما نملك، ونقوم بتهدئة الأماكن الساخنة في جميع أنحاء سوريا وليس فقط في ريف دمشق. أستشف من هذه الوجوه التي تلتقي مع بعضها البعض وتتحدث وتتعاون في بناء عمل جديد وولادة جديدة، إنما تتمخض عن إن شاء الله اليوم عمل في هذه الجبهة، جبهة الإنقاذ والعمل، أن تكون إيجابية وكبيرة. أيها السوريون، تعالوا نتصالح، حرام دماؤنا بيننا، تعالوا إلى هذا الوطن الحبيب الذي يدعوكم من كل أنحاء الدنيا أينما كنتم. تعالوا يا أهلنا المهجرون بالقوة والذين نزحوا، تعالوا هلموا في سوريا ترحب بكم. إن أهم الأسس يجب أن تكون مبنية على التعاون والألفة فيما بيننا، وأن نبتعد عن أهوائنا ومصالحنا الشخصية. أنا الحقيقة جدا سعيدة بوجود هالمبادرات للمصالحة الوطنية، وبوجود هذه المبادرات التي تنادي بالاتفاق تحت سقف الوطن، أنه بالفعل هنا لا معارضة ولا موالاة، إذا كان كلنا تحت سقف الوطن والمواقف السياسية هي محفوظة لكل إنسان. مؤتمر تأسيسي لجبهة إنقاذ سوريا، جدول أعمال حافل بنقاط مهمة، وحضور مميز بشخصيات سورية وطنية تهتم بوقف نزيف الوطن السوري، على أمل أن يكون التوفيق حليفها. في محافظة السويداء أقام حزب الشعب ندوة تحت عنوان الحرب على سوريا بعيون الغرب، وأكد الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم أمين حزب الشعب أن المؤامرة التي تتعرض لها سوريا
تستهدف تمزيقها وأخذها إلى الفوضى، وأن الحزب استطاع أن يتواصل على امتداد الوطن مع كافة شرائح المجتمع السوري. في إطار تفعيل عمل الأحزاب السورية وتحمل مسؤولياتها أمام ما يجري من مؤامرات ضد الشعب السوري، عقد في محافظة السويداء ندوة لحزب الشعب تحت عنوان الحرب على سوريا بعيون الغرب. أمين عام الحزب الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم دعا جميع الشرفاء في سوريا إلى تحمل مسؤولياتهم أمام ما يجري من أحداث والعمل من أجل الانتصار على كل من راهن على سقوط الوطن من الداخل أو الخارج. وفقنا بفضل من الله أن أعدنا الكثير إلى جادة الصواب، وكثير من الذين سووا أوضاعهم وأعادوا ورموا سلاحهم وكان مواطنا عاد صالحا إلى حضن وطنه. نحن حزب وطني بامتياز، نعتبر بأن علينا واجبنا اليوم بخاصة بما تمر به سوريا أن نكون أبناء أوفياء مخلصين، نقدم بكل ما نستطيع فيه، وهذا إن شاء الله نتمنى أن يوفقنا الله في المستقبل. بدوره أمين فرع حزب الشعب بالسويداء عدنان عزام أشار إلى أن صمود سوريا الأسطوري في وجه هذا الحجم الكبير من العدوان هو بفضل وعي شعبها ودعمه لجيشه الباسل وأدراكه لحقيقة المؤامرة والحرب التي تشن عليه من كل أصقاع الأرض. نحن الآن نعمل بجد وبجهد وبمثابرة على عمل لقاء آخر، وهو اللقاء في البرلمان الأوروبي وليس فقط الفرنسي، لقاء موسع على مستوى كل الفعاليات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والجمعياتية في أوروبا في البرلمان الأوروبي. أرجو أن يعودوا إلى وعيهم ولا يضللهم الإعلام الصهيوني، هذا الإعلام الذي حولهم إلى بشر عندما ينظرون إلينا إلى الشرق يصبح لهم أنياب وتسيل حلوقهم دم. لماذا؟ لماذا نحن أهل الحضارة؟ نحن أهل المحبة والسلام والحق، وشكرا والكلام كثير. وختمت الندوة بالدعوة إلى تنظيم لقاءات تضم وفودا شعبية من سوريا للقاء مع قادة الرأي العام في الخارج، وذلك لشرح حقيقة ما يجري من عدوان ومؤامرة تستهدف النيل من استقلال سوريا، الدولة والجيش والشعب. في مدينة حلب بدأ مجلس المدينة أعمال دورته العادية الرابعة للعام الحالي لمناقشة الواقع الخدمي وسبل تحسينه والارتقاء به. عقد مجلس مدينة حلب أعمال دورته العادية الرابعة للعام الحالي، حيث جرت مناقشة الواقع الخدمي في المدينة وسبل تحسينه والارتقاء به. وأكد المهندس محمد أيمن حلاق رئيس المجلس حرص كوادر المجلس على مواصلة العمل والعطاء وخدمة أهالي المدينة بالرغم من المصاعب الكبيرة التي تواجه المجلس. من أهم القرارات التي تم إصدارها هو الموافقة على إعلان الدوري المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب والمصدق بالقرار الوزاري رقم 977 على قاف لعام 2012. بعد ذلك طرح الأعضاء عدة مداخلات ركزت على أهمية مواصلة تحسين الأداء ورفع وتيرة العمل لتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين، وشددوا على متابعة عمل القطاعات الخدمية بما يحقق إنتاجية أفضل تنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المدينة. حاولنا نطرح بعض المشاكل هي موجودة حولنا، هي النظافة، البخ، المشاريع اللي هي حابين إن احنا متأملين إن بكرة إن شاء الله تعالى ننفذها. تم وضع مقترحات جديدة لفترة العمل القادمة في مدينة حلب، وتم مناقشة بعض المشاريع التي تم التوصية فيها في الدورات السابقة، على رأسهم دراسة بقعة لاعتمادها كسكن، خلينا نسميه سكن اقتصادي. وتم خلال الاجتماع تكريم كوكبة من عمال مجلس المدينة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل. قضت القوات المسلحة العراقية على إرهابيين اثنين خلال تصديها لمجموعة إرهابية كانت تحاول تهريب ثلاث شاحنات محملة بالأغنام من سوريا إلى العراق بالقرب من منفذ الوليد على الحدود. وذكرت مصادر أمنية أن القوات العراقية اعتقلت قائد ما يسمى كتيبة الفاروق
التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة البحيرات شمال بابل، إضافة إلى 17 إرهابيا آخرين. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن رؤية بلاده للخروج من الأزمة في سوريا تتمثل بالحل السياسي والدبلوماسي وعدم التدخل في شؤونها، مجددا موقف بلاده الرافض لتسليح المعارضة السورية، الأمر الذي سيؤدي إلى نشر الفوضى في المنطقة في حال وصول هذا السلاح إلى المنظمات المتطرفة كجبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. إلى ذلك قتل 16 عراقيا بينهم 6 من عائلة واحدة و5 شبان كانوا يلعبون كرة القدم في هجمات إرهابية متفرقة في العراق. وقالت مصادر في الداخلية إن 5 شبان على الأقل قتلوا لدى انفجار عبوة ناسفة داخل مجمع رياضي في المدائن الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب بغداد. وعلى الطريق السريع قرب تكريت هاجم مسلحون مجهولون فجر اليوم نقطة تفتيش لقوات الصحوة، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصرها ومسلحين 2 بحسب ضابط برتبة عقيد وطبيب في مستشفى تكريت العام. احتشد آلاف المتظاهرين في حي كاديكوي في إسطنبول أمس احتجاجا على سياسات حكومة رجب طيب أردوغان التسلطية وللتنديد بحملة الشرطة على المتظاهرين في أحد المنتزهات، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، فيما أطلقت الشرطة التركية الغازات المسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لمنع آلاف المتظاهرين من الوصول إلى ساحة تقسيم وسط إسطنبول. قبل الختام إليكم عناوين هذه النشرة: اختيار قيادة قطرية جديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس الأسد. وتقدم ميداني للجيش على جميع جبهات الإرهاب، والمجموعات المسلحة تواصل السقوط مع أوكارها وأدوات إجرامها. الشرطة المصرية أصبحت شرطة الشعب. الشرطة تعمل من أجل الشعب المصري كله. مصر تواصل انتفاضتها على ظلاميي القرون الوسطى وتتحفز لمواجهة الفوضى التي يريدون أن تعم البلاد. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله. We'll be right back.